قال مسؤول أمريكي إن إيران اختبرت صاروخا قصير المدى مضادا للسفن في مضيق هرمز خلال مناوراتها البحرية، ما يعد تهديدا جديدا للملاحة البحرية الدولية. وأشار المسؤول إلى أن الاختبارات الصاروخية جرت في المياه الإقليمية الإيرانية في مضيق هرمز، وأكد مراقبون أن المناورات التي تجريها إيران تسعى لإثبات قدراتها العسكرية بعد التهديد بإغلاق المضيق وتعطيل الملاحة البحرية والتبادلات التجارية كرد على العقوبات الأمريكية. وأعلن الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي في وقت سابق أن توقيت هذه المناورات استهدف لفت نظر واشنطن، مؤكدا استمرار القوات الأمريكية في تنفيذ مهامها الرئيسة في ضمان حرية الملاحة البحرية.